ايه الباب؟ الباب بيخبط. يلا لا مؤاخذة، مش ده بيت فوزي أبو الليل؟ ها؟ فوزي فوزي فوزي. مش معقول، دي إيه ريحة الحب المفحفحة في الجو دي؟ ما تخافيش يا وردة، أنا مش عفريت، أنا فوزي بتاع زمان بشحمه ولحمه. أنت خرجت إمتى؟ مش من كتير، لما الواحد بيقضي تأبيده في الحبس بيبقى أي وقت تاني أقصر بالنسبة له. أنت مالك واقفة متخشبة على الباب كده ليه؟ ما تدخلي، ما تخافيش، دول إخواتي حسيبة وبدرية. نسيتيهم ولا إيه؟ من يوم ما دخلت السجن وهم قاعدين في البيت وقايمين بشغلهم تمام. ما تسألونا حاجة يا بنات. سلطان فين يا فوزي؟ سؤال غريب قوي، بتسأليني عن جوزك؟ أنا جاية لك مخصوص عشان أسألك وأقول لك فين سلطان يا فوزي؟ مش حاجة غريبة إنك تسألي واحد مسكون بقاله 20 سنة عن جوزك؟ ما هو جوزي اختفى لما الراجل اللي بقاله 20 سنة في السجن خرج. واختفى من إمتى؟ من يومين. يا حرام، وسابك تلف في الشوارع وتخبطي على الابواب تدوري عليه؟ طبعا بيني وبينك لازم تخافي على راجل في السن دي، احسن عاوز يرجع شباب تاني ويلعب بديله. جرى ايه يا فوزي؟ انت هتلعب معايا ولا ايه؟ امال يعني عاوز انا اقول لك ايه؟ اذا كنت انت اللي بقالك معاه 20 سنة مش عارفه هو فين، عاوز اناني اللي بعيد عنكم بقالي 20 سنة اعرف هو فين؟ ما تسالي عنه ابن اخوه. ابن اخوه طبعا يعرف هو فين. ابن اخوه سالني عنك امبارح بالاسم. وقلت له ايه؟ ولا حاجه، قلت اشوفك وادور عليك في الاول عشان اعرف انت ناوي على ايه بالظبط. ما قلتلوش حاجه ولا ما قدرتش تقولي له على حاجه؟ ما تسالينيش انا عن سلطان، واذا كان ابن اخوه عاوز يعرف عني حاجه قولي له، بس اياك يكون عندك الشجاعه تقولي له الحقيقه. رحتي فين يا حي؟ رحتي فين؟ سبتني كده لوحدي ليه؟ معقول الحكاية انك خدت السرجون واختفيت بيه عشان خايف من حاجة، ولا عشان عاوز تخلص مع الخواجات لوحدك؟ طب ما كنت تقولي وانا غريب يا حاج؟ الحكاية ليها دعوة بفوزي، فوزي اللي مش قادر أعرف هو مين. طب أعرف إزاي؟ صباح الأنوار على السيد المعلمين. مين ده يا حجة؟ مش فاكر والله يا سيد المعلمين. احلام؟ لا درغام، حمام. حلوه 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 حلوه، والنعمه دمكم خفيف انتوا الجوز. ايوه ايوه يا سيدي المعلمين، افتكرت عزام، افتكرت. اه
عزاب، ازيك يا عزاب؟ انت ما بتجيش ليه؟ والنعمه ما حيشني عنكم غير الشداد الاول. الا صحيح مبروك المحل الجديد ولو انها جايه متاخره يعني. على فكره المعلم ما بيحبش الرغي كتير. انا بصراحه واقف عرضك يا معلم كرم. ابتدينا شغل الشحاته. عايز ايه يا عزاب؟ خدني على جناحك وشغلني معاك بدل شحطتي ما بين المعدية والإشارات، وكل يوم بترنلي علقة موت في القسم واترمي في الزنزانة. معلش بقى، معلش يا عزام، ما كانش اتعذر ولا باع جزر. جزر ده ايه؟ فهمه يا عجة أحسن بأنه عبيد زيك. للأسف ما عندناش وظائف خالية يا عزام. شغلني عندك إن شاء الله مرمطون. الله، أما لاني بعمل هنا ايه؟ يا كن، قصدي يا معلم كن، انت ما شاء الله ربنا فتح عليك من واسع، واحنا اصحاب وعشره عمر، وانا قلت يعني ان بعد ما القرش انكشح بالسوق بقاله كتير ان قلبك هيحن علي وترحمني من اللي انا فيه. ماشي يا عزيز، امسك. ايه ده؟ دخان سائع اللي تشوفه. انا برضو بتاع كده كان. خلاص بشوقك. تشكر على كل حال، الرزق اللي يجي لنا ما نرفضوش ابدا. سلام عليكم. سلام يا سيدي، كله جاي واحد واحد، كله جاي. خرب بيت الحكايه. يعني انت متاكد ان مفيش حاجه اتسرقت من الوكاله؟ وانت بتسال ليه؟ يعني لو كان في حاجه اتسرقت من الوكاله تبقى العمليه مفهومه. لا مفيش، انا حافظ الوكاله بالشعر. الله، مركونه راح فين يعني؟ ده اللي مش قادر افهمه. ادي كم يوم عدوا ولا حس ولا خبر. طب مش يمكن عمل هو كده بمزاجه؟ يعمل كده ليه؟ يعني تعب شويه حب يريح خد في وشه. لا مش الحاج سلطان يا دكتور، الحاج سلطان بقاله 30 سنه مفيش، من البيت للوكاله، من الوكاله للبيت. حتى لو تعب شويه ولا تعصب شويه تلاقي قاعد في البيت يومين ثلاثه وبعدين رجع الوكاله. ده السيستم بتاعه من 30 سنة. طب ما سألتش عليه في المستشفيات؟ ما يمكن لا قدر الله وهو مروح تعب ولا حاجة وحد أسعفه. لا بصراحة لا، ما سألتش. لا، ما هو أنت لازم تسأل عليه. إيه، عيل صغير وتاه؟ ما هو دكتور أنا مش عاوز أعمل دوشة وغلوشة. بصراحة يعني مش عاوز حد من أهل السوق يحس بحاجة ويعرف حاجة. ليه؟ هي في مشكلة وحد عارف؟ لا مدكور، انا ادرى بظروف السوق ده. يعني افرض ان الحاج سلطان رجع بكره ولا بعده، هنكون استفدنا ايه؟ هنكون عملنا دوشه على الفاضي ودخلنا في ايه؟ دخلنا في سين وجيم. طب سيبني بقى نسال بطريقتي ومن غير شوشره. ماشي. رايك تعالى. طبعا انت رايك. صباح الخير يا معلم. امال الحاج سلطان بقالنا كام يوم ما شفناهوش؟ في حاجه ولا حاجه؟ لا لا، هو بخير ان شاء الله، بس سافر ماموريه يومين ثلاثه يعني وراجع ان شاء الله. يجيبه لنا بالسلامه ربنا. ما تامرش بحاجه يا ريس. تسلم يا معلم، قال تسلم. جالكوا كلامي؟ الله يعينك. استاذن انا بقى. خلي مدكور يوصلك. تعالى مدكور. مش عوايدك يعني يا ستيف؟ اهي جمايل وعد. مكتوبه لك يا دكتور، اتفضل. حلوه بالذات، حريمي بناطيل حاجات نظيفه. قعدت باسم يا باشا مستر، اتفضل يا باشا، اتفضل بيه. عايز مصام؟ عايز مصام؟ اتفضل. عايز مصام؟ عايز مصام؟ عايز مصام؟ اللي عنده بيت هيوريني متاع ايطاليا، بدلة الاطفال، العبيد، هو ده بتاع ايطاليا. ب2 جنيه يا ريس. والله العظيم انا جايب بس حاجات لطيفه، يعني حاجات لطيفه. كام ده؟ 40 جنيه. ما ينفعش يعمل 35 جنيه. معلش، هو 35 جنيه.
كابتن ايه بيع سبعة جنيه بيع بيع ايه تبيع لي الكاب ده على 5 جنيه كاب تاخده بسبعة طب خد 6 جنيه اخر الكلام قشطة قشطة حلال عليك قشطة مبارك يا دكتورة أنا عايز أسوق اديله فرصتي فرصتك ليه مستغنى عن نفسي مش حال ما أنا اللي معلمك السواقة بقولك ايه غريب قوي عم سعيد ده لا غريب ولا حاجة الراجل مش عايز يعمل نفسه شوشرة زي ما قال الله أمال هدوره على الراجل ازاي وبعدين حكاية السوق يعرف وظروف السوق والكلام ده لا 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 الحكاية دي ما تخش الدماغ امال ايه اللي يخش الدماغ يا سيدوكو كلام في سرك يا دكتور انا سمعت ان الناس يعني سامحنا يا رب بتشتغل في الاثار خلي اللي يقول يقول المهم خلاف الراجل اللي اختفى هو لو كان اختفى مزاجه هيرجع اما بقى لو كان الحكايه فيها ان افرض يعني فيها ان ايه اللي هيحصل ايه اللي هيحصل ربنا يستر علينا وعلى الناس كلها اسكت اسكت علي النعمه ما انت فاهم حاجه يا صاحب العلمه انا مش فاهم حاجه سيب ده لك المفهوميه ابو طنطره سوق يا اخويا سوق ايه الاخبار يا سعيد لسه يا ست ورده لسه دورت على عمك والله سالت عنه كل الناس اللي بنشتغل معاه ما وصلتش لحاجه ربنا يعينك بس انا ما فقدتش الامل متاكدي ان انا بعمل كل جهدي عشان الاقيه طب لحد ما تلاقيه يا اخويا بقى انا عاوزاك تقفل الوكاله وتجيب لي المفاتيح والاوراق والفلوس عندي هنا في البيت ايه الكلام ده اللي بتقوليه يا مرات عمي اللي سمعته انا كني ما سمعتش كويس ليه يا اخويا وانا قلت حاجه غلط لا سمح الله ولا عيب الكلام ده لا يتقال ولا يتسمع وانت جرى لعقلك حاجه يا مرات عمي بقول لك ايه يا سعيد احفظ ادبك وانت خليتي فيها ادب ولا غيره وكاله ايه دي اللي تتقفل ومفاتيح ايه وورق ايه اللي اجيبهم لك امال انا بهبب ايه في المخروبه دي لا يا حبيبي المخروبة دي تبقى الوكالة بتاعته والمال يبقى ماله وانا مراته يعني اقرب واحدة ليه لا ست ورده ما انتيش اقرب واحدة انا ابن اخو انا اللي سبت المدرسة وانا عيل صغير واتطحنت في الوكالة دي بمشي شغلها كله اللي تعرفيه حضرتك واللي ما تعرفيهوش انا من دمه انا ابن اخوه انت نسيتي تطلعي مين يا ست ورده ايوه 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 اظهر على حقيقتك يا سعيد يا ابو المكارم بقى هي دي الحقيقه بتاعتك اللي كنت مخبيها السنين دي كلها انت عمرك ما احترمتني ولا كان ليا عندك اي اعتبار انت ما كنتش شايف قدامك غير الرقاصه اللي اتجوزت عمك واختها اللي اتجوزت ابوك وخلاها ضر على امك السفيره عزيزه عمرك ما سامحت عمك ولا سامحت ابوك ولا سامحتني ولا سامحت نرجس طول السنين اللي فاتت دي كلها ولحد النهارده ما ترفعيش صوتك كده يا ست ورده ما ينفعش انا اقدر اعلي صوتي قدك 10 مرات انا مش جاي اسمع كلام النسوان ده انا جاي لك عشان عاوز اعرف سكه الحاج سلطان وعشان كده انا سالتك اذا كنت تعرفي حد اسمه فوزي وحضرتك ما رضيتيش تديني الجواب نافع بدل ما تساعديني هي تقولي لي ورق مفاتيح وكاله مش عارف ايه ظاهر انا غلطان اللي جيت لك السلام عليكم اخرتها هتشتغل في الباله يا عين امك مالها الباله بس يا امه دي مكسبها 200% احسن مسرح في الاشارات وبعدين دي شغلانه قانوني داني قفايا هيتهنى بصراحة دول كفاية ولا جيب لك تاني هات اللي عندك واللي عند الجيران اي حاجة قديمة للبيع هاتيها هي قطم ما جابتش حاجاتها القديمة ليه هي قطم بتوعد
كفايه دايره ورا البنت المحاميه بالتسعات اللي هتجيبها الارض. والنعمه مصاريف على الفاضي. قول لها تجيب الفلوس وتشتغل معايا في مشروع البلد احسن. طب ما تقول لها انت يا راجل البيت. لا مش وقته. بقول لك ايه يا اما، ما تطلعي لخالتي عزيزه شوفي عندها اي حاجه كده. انا ده انا تتكسر رجلي لو طلعت لهم تاني فوق. بعد الشر عليكي يا اما يا حبيبتي. ما بقول لك يا بت حياه، ما تروح انت يا بت. اللي عاوز حاجه يروح يعملها بنفسه. خليكوا كده. انا عارف ان انتوا واقفين في طريق مستقبلي، انا عارف. ده ايه ده؟ بخمسه؟ لا سته. ده ليه بعشرة؟ ممكن عشرة نعديها. ليه بكام؟ يا درويش. صباح الخير يا ريس. حاجة يا عم سعاد. عين يا ريس. فين يا بت؟ راح. ايه في ايه؟ ايه ايه هو ايه؟ عارف ان انا ما جبت الشغل بقالي كتير ومش ناوي اجيب عيال تاني. ايه في حاجه؟ بمزاجي حد شريكي. والنعمه لو قعدت تبرقوا لي انتوا الاتنين من هنا لحد بعد بكره العصر، بح خلاص ما عدتش اشتغل الشغلانه دي تاني. يا بنت المجنونه في ايه؟ يعني ايه دخول الحمام ازاي يخرجوا؟ علي النعمة بلغ فيكم الحكومة واوديكم في حديد واروح معاكم انتوا الاثنين ولا يهمني. مين انت؟ لا اموت احسن. طب لو عاوزيني اشتغل معاكم تاني هشتغل تاني. انا ليا شرط واحد، اعرف العيال الصغيره اللي بجيبهم لكم دول بتعملوا فيهم ايه. ما انا لو ما عرفتش مش هشتغل حتى لو موتوني. انا جاني انذار تاني النهارده من المحكمه على غير رأيي وما كانش ده اتفاق، ولا انا غلطان؟ اعمل ايه بس يا سيستم؟ البت دماغها ناشفه باين عليها. طلعالي طلعالك ولا نزلالك يا عم ساعات ده ما يخصنيش. مش انت ابوها وليك كلمه عليها تقدر تكسر لها دماغها؟ يبقى ايه بقى؟ ما هو بس اصل لا اصل ولا فصل يا عم ساعات. ده هي اللي تكون موافقها على اللي في دماغها. ده انا ساعتها هزعل جامد. والله ما انا عارف اقول لك ايه. لا تقول ولا تعيد. انت عارف معزتك عندي يا عم، عارف ان انا بحبك واقدرك دون عن اي حد تاني في السوق اللي لبش ده. ترضى اني اتضرر واتجرجل في المحاكم؟ لا. من اللي يعمل فيا كده؟ بنتك اللي من لحمك ودمك، بنتك اللي انا بعتبرها في مقام اختي اللي مش عاوز اخسرها ولا اخسرك. يعني عايز نعمل معاها ايه يا سيستر؟ اللي تشوفه صح اعمله يا عم ساعات. تفهمها بالعقل، تضربها، تكسر لها ضلوعها، انا ما يهمنيش. انت عارفني يا عم ساعات، انا صاحب صاحبي للاخر. وافتكر ان عمري ما سالتك عن ايجار المحل اللي انت واخده من ابويا برخص التراب بقالك سنين وسنين. هي المحروسه بنتك تعرف الكلام ده ولا ما تعرفهوش؟ بص يا عم سعاد،
الضرب على الوش مفهوش معلش. غلطان انا؟ لا طبعا، عداك العيب. اللي تشوفه يمشي عليا وعلى اللي خلفوني. يا كبير اللي مفيش اكبر منك. الشغل عشان الموضوع ده؟ ما جلكيش ليه؟ ولا مستعرية مني؟ لا طبعا يا بابا، انا ما اقصدش. انت تنور الدنيا، ده نفتخر قدام الناس كلها ان انت ابويا. بس يعني احنا نهينا الموضوع ده في البيت. لا مش صح، وانا مش جاي عشان اتناقش معاك. الله، انا جاي عشان اقول لك تنهي الموضوع ده النهارده مش بكره يا شيرين. للدرجة دي عارف سعيد ابو المكارم يأثر عليك؟ ده انت عمرك ما اكبرتني على حاجة. انا اول واخر مرة هتكلم معاكي في الحكاية دي، ولازم تسمع كلامي يا بنت سعاد. هددك يا بابا مش كده؟ هما كلمتين مفيش غيرهم. القضية دي لو ما اتسحبتش النهاردة تبقي لا بنتي ولا عرفي. وكفاية البعزقة اللي انا اتبعزقتها النهاردة من تحت راسك. انا صحيح علمتك شوية مبادئ وشوية قيم، لكن الحاجات اللي انا علمتها لك ما ينفعش تتعمل في ايامنا الظلمه دي، فاهمه؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي؟ مستنيك. المفروض اني ما رجعتش الليله دي. برضه كنت هستنيك. هما العيال ناموا؟ من بدري، واني مجهزه لك العشاء وعامله بايدي. مش عاوز اكل. مزعلك كده؟ مفيش. طب هو الحاج سلطان رجع بالسلامة؟ وانت مالك؟ تسألي ليه؟ لا أبدا ولا حاجة، أنا بس عايز أعرف أنت تعبان كده من إيه؟ لا خلاف، هو واحد من معارف الحج ولا السعيد. اخي تحس الناس دي عايشه في وادي والسوق كله في وادي. لا انا في الوكاله، امال هروح فين؟ الاستاذ سعيد ابو المكارم مش كده؟ لحظه. ايوه اهلا وسهلا. اهلا بيك. مش هياخد من وقت سيادتك كتير، تسمح لي سيادتك اقعد؟ اه طبعا يا باشا، ده انت تنور. اتفضل اتفضل. شكر جدا. ايوه لا والله ما فيش اي اخبار، انا هكلمك بعدين. سلام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا باشا. اي خدمه؟ الحقيقه انا جاي في مصلحه سريعه وماشي على طول. مصلحه لمين يا مؤاخذه؟ مصلحه ليك طبعا. اتفضل يا استاذ. يونس لبيب المحامي وجاي. هو انت اخر تكون جاي علشان القضيه اياها؟ قضيه ايه؟ قضيه العيال والحضانه وكلام الهجايس ده. لا يا راجل. طيب حضانه ايه واولاد ايه؟ احنا مش بتوع الكلام ده. بص انا جاي من طرف عمك السيد سلطان ابو المكارم. عم الحاج سلطان؟ هو فين؟ واراضيه فين دلوقتي؟ برضه هتقطعني تاني؟ اقطعك واقطع ليه؟ تشدد لك؟ ده انا بقالي كذا يوم دايخ عليه. هو فين؟ الحقيقه ما اعرفش. امال جاي من طرفه ازاي؟ ما انا هفهمك لو بطلت بس المتابعه. ما اظنش دي مساله صعبه قوي.
الله مطولك يا روح. اتفضل يا استاذ. انا سيدي محامي زي ما قلت لك، والحقيقه عمك ساب في عقدتي اوراق مهمه قوي، وكانت تعليماته بالحرف الواحد ان لما اتصلش بيا خلال اسبوع اجي هنا فورا واسلم الاوراق دي لابن اخوه الاستاذ سعيد ابو المكان اللي هو يبقى حضرتك. اوراق ايه دي؟ ادي الاوراق. اتفضل. ده ورق رسمي عمله عمك على ايدي بناء على رغبته، بتنزل لك فيه عن كل ممتلكاته بيع وشراء وبطريقه قانونيه سليمه 100%، يعني ما تخرش المره. يعني ايه يا استاذه؟ يعني اللي سمعتيه يا قاطم، انا خلاص ما عادش ليا دعوه بالقضيه بتاعتك، انا بنسحب منها رسمي. لو حابه تقومي محامي تاني ده من حقك طبعا، بس انا مش هقدر. ايوه ليه؟ كفاله الشر. بصي انت قضيتك سهله وممكن اي حد يترافع فيها وتكسبيها كمان من اول جلسه، بس للاسف الموضوع اكبر مني. يبقى عملها سعيد ابن عزيزه. أنا بكرر أسفي عن إذنك. عملها مفيش غيره، انا شم ريحته. انا خلي ما تكدبش. امال انت كنت عاوزاه يعمل ايه؟ يتعطي ويقولك العيال هم خديهم؟ ما انت عارفه طول عمره لبطوش مشاكل ومنقوع في ميه عند زيك تمام. اذا كان فاكرها سايبه يبقى غلطان. البلد مليانه محامين. انا حواكل واحد من اسكندريه او من مصر. طب ما تجيبي واحد غير الامم المتحده احسن. جرايه يا اما انت معايا ولا عليا؟ يا بنتي انا بفهمك، لو مشيتي في السكه دي ما ينفعش، كل ما هتوكلي حد هيجيبه ويهدده ولا ياكله، وهي العينه بيانه، بدل ما تدوخيه هو هيدوخك انت السبع دخات. طب اعمل ايه يا اما؟ قولي لي اعمل ايه؟ الصنف اللي زي ده اعمل معاه ايه يا اما؟ فهميني. ما انا قلت لك 100 مره ومفيش فايده، عامله ودن من طين ودن من عجين. خلاص يا اما انت صح وانا هسمع كلامك، ويا رحمه بعدك روح. بجد خلاص؟ خلاص هتفك الحصان وتتجوزي يا بنتي يا قطم؟ اول واحد يخبط على باب البيت وحدك يا اما. يا حبيبتي ألف نهار أبيض يا أختي، ألف مبروك. يعني المخازن، الأراضي، العقارات، الوكالة دي، الفيلا اللي هو ساكن فيها، حتى العربية، كله اتنقل باسمك يا سيد سعيد زي ما أنت شايف. هو عمل كده ليه؟ والله دي حاجة هو اللي يسأل فيها مش أنا. أنا مجرد رسول، وما على الرسول إلا البلاغ. وعموما ده الكارت بتاعي، تقدر تتصل بيا في أي وقت لو احتجت أي حاجة تانية، هتلاقيني تحت أمرك. أظن ممكن أقدر أستأذن دلوقتي. ما شفتش حاجة. متشكر جدا، بس بفكرك لو احتجتني في أي حاجة هتلاقيني تحت أمرك في أي وقت. سلام. أهلا وسهلا. أهلا بيك. المحشي ده لازم تولعي عليه عن واطي خالص عشان ما يتلسعش منك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تعشيت ولا اقوم اعمل لك لقمه؟ لا يا ماما مش عاوز اكل، انا عاوزك في حاجه. خير يا ضنار؟ معلش يا نوجه. معقولة سلطان يعمل كده؟ اه الورق قدامك مختوم ومتسجل. انا مش فاهمة عمل كده ليه؟ كان ناوي يبعد ولا يسافر ولا ايه بالظبط؟ ده في مليون احتمال، بس الحال دلوقتي واضح ومفهوش لبس، كل حاجة بقت باسمي. هو حقك، انما يعني عمل كده ليه؟ ما طول عمره مكوش على كل حاجة لوحده وبيرملنا البواقي. والله مش عارف افرح ولا ازعل، بس الاهم من كل ده كله مش عارف هو فين عشان افهم منه ايه الحكاية. يكونش سلطان حس بتأنيب الضمير اكمنه خد فلوس توفيق وشغلها لحسابه طول السنين دي؟ هو كان خلفينا ولا رمانا في الشارع يا اما؟ ده كان مراعينا 24 ايراد، الواحد يقول الحق. سيبك من الكلام ده، انا عارفه ان الحمل تقيل عليك، خصوصا ان ورده مش هتعديها بالسهل. ده كله كوم، ودي لوحديها كوم تاني، مش عارف هتعمل ايه لما تعرف، ولا هقول لها ازاي. ده امبارح بس كنا ماسكين في بعضينا. والنبي تتليه على خيبتها. شوف اما اقول لك يا سعيد، انت تاخد بعضك وتروح عليها دلوقتي حالا، صريحه بكل حاجه. انا بقول لك يا عم امبارح بس كنا ماسكين في بعضينا. ولو الاصول اصول يا ابن توفيق، لازم تصارحها انت بنفسك بدل ما تسمع من بره ويبقى شكلك وحش قدامها. وانك عملت اللي عملته ده في عمك عن قصد علشان تنهب القرشين اللي هو عملهم ويحتكم عليهم. منك لله يا راجل، منك لله يا سيد يا ابن ادم وحواء. انا فكرت كتير قبل ما اجيلك، طول الطريق وانا بسمع لنفسي كل كلمه ممكن تقوليها، بس على راي امي واجب واجب والاصول اصول. ما ينفعش تعرفي بده من الغريب، لازم تعرفيها مني. يا فرحة قلبي يا سعدي يا هنايا، طبعا يا عليا ما انت طبخها وجاي دلوقتي عشان تكمل التسبيكة عليا. ورثت عمك بالحياة يا سعيد، ورثته بالحياة، وعايزني ابارك وهني. طب احلف لك بايه الحكاية زي ما حكيت لك بالظبط؟ قال ايه؟ قالوا للحرام يحلف وكملها انت بقى يا سعيد. مقبولة منك، شوفي عايزة ايه وايه اللي يرضيكي وانا خدامك. انا اللي يرضيني يا سي سعيد ان سلطان يرجع ويشوف بقى اللي بيجرى في غيابه. والله انا بتمنى اكتر منك انه يرجع، بس ثلاثة بالله العظيم ما عرفت له طريق. تايه ما كفايك حلفان بالكذب بقى، تايه انت شطان. لكن قسما عظما، قسما عظما يا سعيد يا ابو المكان، ندر عليا ما هخليك تتهنى بقرش واحد من اللي نهبته من سلطان، وهخليها ايضا نار عليك. لا يا ست ورده، مش محتاجه نار جهنم ولا حاجه. شوفي اللي انت عايزاه وانا تحت امرك. انا هتكفل بمصاريفك انت والبنات، هتفضلوا في البيت ده معززين مكرمين. لو عاوزاني اتنازل لك عنه بيع وشراء برضه انا تحت امرك. خش يا حواش، اسمع يا عنيا،
لو انت كنت فاكرني لسه رقاصة ومستنية النقطة تنزل على دماغي تبقى غلطان. وحتى يا اخويا لو كنت لسه رقاصة، لو النقطة جاية منك انت بالذات بقى ما تلزمنيش. تقدر تقولي يا سعيد ازاي السلطان بعد سنين العمر دي كلها بيني وبينه يبيعني انا ويكتب كل ما يملكه باسمك انت؟ اقدر اقولك حاج مربين عرفني كويس، عشان كده هو ساب كل حاجة امانة في رقبتي ما فيها انت والبنات. بقولك يا سعيد ما تروح، ولا اقولك تروح ازاي؟ البيت دلوقتي بقى بيتك على الاقل بالورق اللي في ايدك، ما بقاش بيتنا خلاص. انا هاخد البنات ونروح بيتي القديم اللي في الحميدي وهنقعد هناك مع بعضينا، لكن اقسم بالله العظيم وحياه الغالي يا سعيد يا ابن عزيزه، لا حد يشوف ايام سودة اسود من سواد الليل. يا بنات كل واحدة تحط هدمة عليها، حضروا شنطة، ما بقناش وعد في البيت ده، يلا. يلا هتتكلم كتير، يلا خش، اتفضل، يلا بسرعة. يا عم أحمد يلا. كان متطور قوي يا عم اللي عطاه يعطيه، يا ارزاق مقسمها الخناق. يلا بسرعه. بكره البضاعه دي تملى السوق ونتلغنى قوي. بالذمه لو الحاج سلطان كان موجود كان حد يستجري يدخل بضاعه السوق كده على عينك يا تاجر؟ ابدا لم يكون. اش تشرب شاي يا معلم حقه؟ ما بشربش غير كاوتشينو بالمكسرات. حقه صحيح، الاولي بنامت والانصاص قامت.